كلامهم صادر والحلو والعسل، ولكن للاسف من بعد ما بقينا شنا والو. وحنا اليوم المغاربه ولينا عارفين، واخا ان شاء الله كونوا هانيين دابا نديرو كذبا. اليوم بعد الاجتماع اللي قمنا به يوم 10 بقاعة محمد عصفور من أجل المحطة الطرقية اللي كان فيه واحد الخضر وازن على الصعيد الوطني، القرار اللي كان اتخذ هو ابتداء من يوم الجمعة عدم الأداء ديال الواجبات المحطة الطرقية ولا الزيان. اليوم بدينا في هذه الخطوة النضالية الأولى نظرا لتدني الحالة ديال المحطة الطرقية من وساخ من أزبال إلى آخره. تسير عشوائي من طرف الجماعة الحضارية، الأموال تضخ بدون دليل، لأن دابا الحافلات كيخلصوا الواجب ديال المحطة بلا ما ياخذوا وصل ديال الخلاص. اليوم أصبحت الأمور غير عادية، الناقل يستثمر اكثر من 260 مليون في الحافله ما كيلقاش خدمات، المواطن والذي يهمنا في الدرجه الاولى ما بقاش كيلتحق بالمحطه نظرا لهذه الخدمات المتدنيه، ناهيك على الافارقه اللي ولاو سيطروا على الجنبات ديال المحطه. اليوم خدينا هذه الخطوه النضاليه رقم واحد، غادي نشوفوا ما ردة الفعل ديال الجماعه. الا ما كانتش ردة فعل معقوله وانيه من اجل حل المشاكل ديال هذه المحطه، نحن مقدمون على كاس افريقيا، مقدمون على كاس العالم، كيف كل هذا داخل العاصمه الاقتصاديه تجاد محطه بهذا العشوائيه، بهذا التسيير العشوائي، بهذا قله النظافه الى اخره. ابواب مكسوره، السيكوريتي ما كاينينش في البيبان ولا كاينين ليسوا في المستوى. اليوم سوف نكون حازمين من اجل اتخاذ قرارات تعود على المهني بالنفع.